السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الفرق، نحب نعرف الفرق ما بين خزان الغاز وخزان البنزين، والسيارة تمشي بالغاز وبنزين، ما هو الفرق في الخزانات؟ يعني بالنسبة لخزان الغاز تلقاه محطوط وحده هنا على جنب، يعني في الخلف عفوا، في الشنطة أو في المال، وتلقاه خزان طويل أو مدور أو أنواع، أو قنينة غاز، يعني دبوس غاز وحدها، يعني اللي هي متاع الطبخ متاع المنزل، كل واحد شنو هو السيستم اللي عنده. إنما شنو هو، كل سيارة تمشي بالغاز والبنزين لازم تلقى فيها زوز خزانات، خزان غاز اللي هو في الشنطة، وخزان غاز بنزينة من تحت. خزان الغاز اللي هو فيه عداد هنا في الشنطة، ونصبوا له الغاز من هنا، هذا إلا ما نفتحوا الشنطة ما نشوفوه، هذا خزان، هذا ما نشوفوه إلا بعد ما نفتحوا الشنطة، لأن يعني هذا يبدأ مخفي وسط الشنطة في وسط المال من تالي. هذا خزان الغاز. وبالنسبة لخزان البنزينة، يجي تحت السيارة خزان البنزينة، باش نصبوا له البنزينة لابد نفتحوا هذا ونفتحوا الغطاء هذا باش نصبوا له البنزينة. هذا الفرق بين الغاز والبنزينة في الخزانات. لأن خزان البنزينة يجي طبيعي أصلي مع السيارة، والخزان أصلي مع السيارة، وخزان البنزينة يجي مع، وخزان الغاز يجي يركب من بعد، أو يعني حاجة يعني ثنائية، ما تجيش مع السيارة أحيانا أصلية، في أنواع يجي أصلية لكن في أحيانا ركبوها بعد ما يشوا السيارة ركبوها. هذا الفرق ما بين الخزان بتاع البنزينة وخزان الغاز. وبالنسبة للسيارات اللي هم بالقنينة بتاع الغاز، احنا نقولوا ولا بالدبوزة بتاع الغاز، هذه يعني هذه تتغير وحدها، يعني تبدا عنده واحدة سبير واحدة يخدم بها، وفي هذا خرطوم خاص يركب في الـ في الـ في الجعبة أو في الخرطوم اللي ماشي للمحرك، هذه باش يعطي الغاز من الخزان، من الدبوزة هذه، من القنينة هذه نتاع الغاز. هذا الفرق ما بيناتهم، واحدة بالخزان واحدة بالقنينة هذه بالدبوزة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.